اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمزنا النهاردة هنتكلم عن الدم. ناس كتير بتقول إن الدم بيفسد الحلم. غلط، معلومة خاطئة. الدم ما بيفسدش الحلم أبدا. الدم فيه عدة تفسيرات ليه. في تفسير منهم ممكن يكون خسارة للبني آدم، في تفسير منهم معناه خلاص من هم، في تفسير منهم معناه فرحة وسعادة وخروج من مصيبة والعياذ بالله. مثلا دم الحيض في الرؤية معناه خروج من الهم وخروج من مشاكل كتيرة. يعني مثلا دم الحيض للمرأة معناه خير ليها وشفاء وصحة، ولكن مع عزلة من الزوج وخصام. أما لو كان الحيض لطفلة أو امرأة يأست منه أو في سن اليأس، فهو يعتبر للأسف الشديد تعب شديد لها ومشكلة تتعرض لها. الدم لو كان بيسقط من بين الأسنان، فهي شوية مشاكل بين الأهل والأصحاب تحدث منها خسارات، وغالباً بتكون ميراث. من هنا نقدر نوصل على إن الدم خسارة، قصاص، شفاء. حاجة واحدة لازم ننتبه ليها ونفرح بيها قوي، لما تشوف إن أنت بتتبرع بالدم. التبرع بالدم معناه عليك نذر، عليك كفارة، عليك حاجة لم تؤديها، دين أياً كان، فلازم إن أنت تسعى جاهداً عشان تسد ما عليك، لأن الكفارة دي توقف حال البني آدم لحد ما ربنا يكرم وتعمل اللي عليك أو تؤدي ما عليك من كفارة، فيصلح الله حالك وأمورك تمشي كده. خلصنا رمز اليوم. معلومة اليوم: مين اللي يفسر لك أحلامك؟ لما سئل الإمام مالك: من يستطيع أن يفسر لنا أحلامنا؟ فقال: أيتلاعب بعلم النبوة؟ يعني الرؤية مش أي حد يفسرها، الرؤية أمانة وتفسيرها أمانة. وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقصص رؤياك إلا على حبيب أو لبيب.